قلتلك لا تجيبي سيرة أمي وإلا ما بعرف شو بعمل فيكي. قرب ماجد من مرت أبوه، قامت الخبيثة صرخت وولولت ووصل صوتها للجيران. بدك تضربني يا خاين يا ناكر الجميل، ولي يا ناس يا عالم الحقوني. تجمعوا الجيران وتسلل ماجد لغرفته يلي هي عبارة عن زاوية بالبيت حطوه فيها مشان ما تشوفه مرت أبوه. فات الأب عالبيت المسع، ومثل العادة كان عابس بدون ما يبتسم بوش ولاده مشان ما يسترجوا يطلبوا منه شي. ما كان هيك من قبل، بس تغير كتير من لما اجت هالحية عالبيت وسمت بدنه وغيرت طبيعته وعبت براسه انه ماجد واخته مدللين ما بيمشي معهن غير القسوة. وكانت الخبيثة اذا قرب موعد وصول جوزها عالبيت تبدل تيابها بتياب حلوة وتغير وشها الشيطاني